لو قال قائل: أهناك سنة تصلى قبل صلاة الجمعة؟ فالجواب عن هذا أنه ليس هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، وإنما إذا أتى المسلم والخطيب يخطب يصلي ركعتين ويوجز فيهما، كما في الصحيحين لما أمر صلى الله عليه وآله وسلم سليك الغطفاني لما جلس أن يقوم فيصلي ركعتين. وهنا أمر، وهو بعض الناس يأتي والمؤذن يؤذن ويقف حتى يفرغ المؤذن من أذانه، وهذا غلط. من حين ما تأتي صلي ركعتين، لأن الاستماع إلى أذان يوم الجمعة سنة، والاستماع إلى الخطبة واجب. فاستدرك حضورك بذهنك إلى سماع الخطيب من أول الخطبة، واشتغل عند أذان المؤذن بصلاة هاتين الركعتين. أما سنة راتبة قبل الجمعة محددة فلا. لو قال قائل: ورد عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعد الجمعة أربعة لا يفصل بينهن بشيء، فهو حديث ضعيف جدا لا يصح. وما ورد عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصليت قبل أن تجيء، كأن فيه إشارة إلى أنه يشرع له أن يصلي صلاة راتبة قبل الجمعة، فقال لا، قال قم فصلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في زاد المعاد وذكر ذلك تلميذه ابن القيم، قال: وهذا غلط. قال شيخ ابن القيم وهو أبو الحجاج الحافظ المزي، قال: إن سنن ابن ماجه أتت عليه شيوخ لكنهم لم يحققوه تمام التحقيق، والصواب قال: أصليت قبل أن تجلس، وليس بلفظ أصليت قبل أن تجيء، ففيها تصحيف. إذن لا صلاة راتبة قبل الجمعة، بعدها فيه صلاة راتبة، إما أن تصلي ركعتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تصلي أربعة تفصل بين كل ركعتين بتسليمة، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. قال سهيل وهو الراوي عن أبيه عن أبي هريرة، قال: إذا عجلت، يعني أتاك شيء يعجلك، فصلي في المسجد ركعتين وفي بيتك ركعتين. ولذا الأفضل كما فعل ابن عمر كما عند أبي داود، وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الجمعة: إذا صليت في المسجد فصلي أربعة، وإذا صليت في بيتك فصلي ركعتين، وإن نوعت فلا إشكال في ذلك. إذن عندنا ركعتان بعد صلاة الجمعة، وعندنا أربع، وعندنا ست، كل ركعتين مفصولة بتسليمة. الدليل ما جاء عند أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه إذا صلى بمكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى ركعتين، فسئل فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. الخلاصة: صلي بعد الجمعة إما ركعتين أو أربع أو ست، كل ركعتين مفصولة بسلام. قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة محددة، صل ما شئت إلى أن يحضر الخطيب. إذا حضر الخطيب وأذن المؤذن لا صلاة ولا خبر.